أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الاقتصار على لفظة سلام أو السلام فقط؟ سبق هذا أنه في نص الإمام أحمد أنه سواء قال سلام عليكم أو قال السلام عليكم. وأما سلام قوم منكرون سلام، هذا فيه تقدير، يقولون فيه تقدير، فيه تقدير عليكم، لأنه خبر، لأنه مبتدأ خبره مقدر، تقديره سلام عليكم. نعم.